السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم باشمهندس حمدي من كرياتيف جروب. في الفيديو ده هنكمل الريجنج بتاعنا، هنبتدي نعمل ريج لمنطقة الدراع بتاعنا. هعمل منطقة الدراع ازاي؟ انا طبعا المرة دي لو جيت قلت له ادخل لي على حاجة زي السايد فيو مش هيبقى واضح عندي منطقة الدراع، فبالتالي هدخل على حاجة زي الفرونت فيو وابتدي اعمل الرج بتاعي. حلو، انا عايز الرج بتاعي يبتدي يطلع من عند منطقة اللي هي في نص الصدر دي، او من بداية منطقة السباين دي، ويبتدي يطلع يعمل لي الدراع. هبتدي اعمل الموضوع ده ازاي؟ هبتدي طبعا اخش على جوينت. مهم جدا ان انا قبل ما اعمل الجوينت ابقى متأكد انا ماسك ايه. بمعنى لو جينا بصينا على الاتنين دولت كده، هلاقي ان الاتنين دولت يعتبروا شبه على نفس الاستقامة، بس انا عايز الجوينت بتاعي يطلع من المنطقة دي مش من المنطقة دي، فلازم ابقى عارف الفرق ما بين دي والفرق ما بين دي. حلو، تعال نفتح كده الفرونت فيو بتاعنا وقول له اعمل لي جوينت. هبتدي ادوس كليك على السباين اللي ورا وابتدي اقول له اعمل لي الدراع بالشكل ده كده. الباقي هنا بسيط جدا، انا بس محتاج ان انا انزل الجوينت ده كده شوية لان انا عايز احط الجوينت ده في منطقة الكتف. نركز بقى في النقطة دي، مهم جدا الجوينت اللي انا هحطه بعد كده. مهم ليه؟ لان على اساسه هحرك الدراع بتاعي، يعني انا مش عايز الدراع بتاعي لما احركه يقابلني هنا مشاكل. هبتدي احط الجوينت ده فين؟ هبتدي اركز كده مع الجسم بتاعي على حسب وضعية الحركة. اعتقد ان انا ممكن احط الجوينت بتاعي عند الادج ده بالشكل ده كده. بعد كده هكمل الباقي، هقول له اعمل لي زي جوينت هنا واعمل لي جوينت عند الريست هنا كده. وبكده انا خلصت ترتيب الجوينتس، هضغط انتر. تعالوا نبص على الجوينتس بتاعتنا من التوب فيو، هقول له طبعا شيدنج، ومن شيدنج هقول له اكس راي جوينتس كليك. هبتدي اظبط الاماكن بتاعت الجوينتس بتاعتي. انا طبعا عايز المفصل ده يتقدم لقدام شوية عشان يبقى في نص الشيب، ممكن كمان امسك ده اقدمه لقدام سنة بسيطة بالشكل ده، وهمسك ده اطلعه لقدام برضو شوية، وهمسك ده اطلعه لقدام شوية بالشكل ده. حلو، طب انا عايز او انا عارف ان انا هضيف للشيب بتاعي ده اي كي هاندل. يعني ايه اي كي هاندل؟ اللي هي هتبقى مسؤولة عن التانيات بتاعت الدراع بتاعي. ما دام هزود اي كي هاندل او انفيرس كايناماتيك هاندل، وده طبعا هنتكلم عليه بالتفصيل قدام شوية، فانا بالتالي هقول له ان انا عايز ارجع المفصل ده لورا سنة، وهقول له امسك لي الجوينت ده طلعه لي لقدام كده سنة بسيطة عشان اعمل التانية بتاعت الدراع بتاعي بالشكل ده. وبكده انا هبقى خلصت الرج بتاع الدراع، فاضل بس اعمل له حاجه اسمها فاين تونينج، يعني هبتدي اظبط فيه شويه حاجات. همسك الرج بالكامل وانزله لتحت كده سنه بسيطه، همسك الرج هنا وارجعه لورا سنه بسيطه، نفس الكلام هنا همسكه واطلعه لقدام جزئيه بسيطه. وبكده انا خلصت الرج بتاع المنطقه دي. طبعا انا مش هعمل الرج بتاع الدراع من الناحيه التانية، لان انا عارف ان انا همسك المنطقه دي كلها واقول له اعمل لي ليها ميرور من الناحيه دي، فانا مش مضطر ان انا اعيد كل الخطوات دي من اول وجديد. وبكده هنبقى خلصنا الرج بتاع الدراع. لو شايف ان الفيديو مفيد ليك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان توصلك فيديوهاتنا في اقرب فرصه.